ده متى هيخلصوا؟ ده هيفضلوا كتير جدا. تفضل ابنك. البقاء لله. يعني ايه؟ مراتك ماتت. ايه؟ بتهزري؟ لا والله مش بهزر. والله يرحمها. ماشي، هتسمي ابنك ايه؟ هسمي ابني محظوظ عشان يكون محظوظ في حياته. ماشي، وانا اربي ذا ازاي وانا ما اعرفش اربي نفسي؟ ماشي، بخلي ماما تربيه. هرجع البيت. يا مام، هو ممكن تقعدي عندي في البيت عشان اربي الزف ده؟ ماشي، ما فيش مشكلة. هو اسمه ايه؟ اسمه محظوظ. نعم، وليه ان شاء الله سميته محظوظ؟ عشان يكون محظوظ طول حياته. ماشي ماشي، اعطيني اياه. انا بروح انام. ده انت شكلك حلو جدا يا استاذ محظوظ. وبعد مرور 5 سنوات. كل سنة وانت طيب يا محظوظ. كل سنة وانت طيب. شكرا. ماشي، يلا بينا ناكل التورتة. يا ماما، فيك ايه؟ ما هذي؟ عادي، دي بتمثل. لو دي شكلها بتموت. امشي يا ابني بسرعة للمستشفى. قالك دي بتمثل، تعمل مقلب. يبعد يا ابني، ده انت تودينا في داهية. طب هو مالها التيتا؟ يا ابني انا ما اعرفش، شايفني دكتور. انت اكيد بتعمل مقلب. وانت انهبلت. طيب مش مهم دلوقتي، انا عايز اروح البيت عشان اكل التورته. نعم، والله لو رميت من الشباك يا ابني اقول لك جدتك هتموت، وانت تقول لي ابغى اكل الكيكه. مجنون يا اخي، اكيد هي بتمثل. يعني خلاص، انا مش مهمني، مش مهم، انا عايز اكل التورته بسرعه. يلا عشان نروح البيت. الله يرميك من الجزمه. اسكت بس، الدكتوره جايه. ماشي، البقاء لله. هي يلا بينا عشان نروح البيت. خلاص عرفت. بتهزري؟ اكيد صح. لا والله، جدتك اقصد امك ماتت للاسف. الله يرحمها. طيب انا همشي. بابا، ممكن اسالك سؤال؟ نعم يا محظوظ. نعم. هي يعني ايه بقاء بالله؟ يعني هي ماتت؟ يعني اصلا ايه يعني ماتت؟ يا ابني اسكت، اقسم بالله هرميك من الشباك. لا يعني انا مش فاهم، يعني هي ماتت اصلا؟ ايش يعني ماتت؟ يعني ايش ماتت؟ بلاء، امشي امشي على البيت بس، ده انت ترفع الضغط. وانا عملت حاجة غلط؟ والله ما عملتش حاجة، انا بس يعني افهم يعني ايه ماتت. ماشي، هروح اسأل صديقي جوجل، هكتب يعني ايه ماتت. انا مش فاهم بالظبط. انا اكتب يعني ايه ماتت؟ يعني فارقت الحياة. اصلا ايش يعني فارقت الحياة؟ والله مش فاهم، دي الحياة غريبة. انا عامل ايه دلوقتي؟ ماشي، يعني انا نفسي افهم معنى هي ماتت في يوم عيد ميلاد محظوظ. والله مش فاهم. ماشي، انا دلوقتي علي اني اقدم محظوظ في المدرسة. ده صار عمره 6 سنين. ماشي، اروح اقول له. بس والله ده غباء، ويتعدى الكرة الارضية كلها. اهلا استاذ قرد. وانت بتتكلمش؟ ما تتكلمش يا ابني، يعني انا بسلم عليك، ليه ما تتكلمش؟ كن يعني هانا، الله تعالك عقل. اضربك في الحيطة. انت بتتكلمش ليه يا محظوظ؟ في ايه؟ انا هقدمك الى مدرسة. وان شاء الله. يعني ايه مدرسة؟ مدرسة تدرس فيها. ماشي،
يعني أروح مكان تاني؟ استغفر الله العلي العظيم. لا أنا هسأل أستاذ جوجل إيش يعني مدرسة؟ تعال يا ابني، مدرسة تدرس فيها ويصير عندك أصحاب وتلعب معهم كمان. أصحاب؟ أنا هروح المدرسة ويصير عندي أصحاب. ماشي يلا بينا عشان أروح أقدمك على المدرسة. يلا بينا. بابا هو ليه ما فيش أحد؟ أصبر يا ابني. لا خلينا ندخل جوه. تعملوا ايه هنا؟ ايه ده؟ هي ايدي هي المدرسة بتولع؟ بتشوفوا ايه يعني؟ اهربوا بسرعة. انتوا بتعملوا ايه هنا اصلا؟ امشي يا ابني بسرعة. يعني بتولع ويدي؟ ايه ده؟ انا هروح امسكها. اقول لك تعالى يا مجنون، ده انت مشنون. هو يعني بتولع؟ امشي يا متخلف، ده انت هنموت. هي المدرسة حصل لها ايه؟ يا ابني حصل في حريق، انت مش بتشوف اصلا؟ يعني ايه بحريق يا اخي؟ انت حظك نحس كده ليه؟ جدتك ماتت يوم عيد ميلادك، ولما روح نقدمك في المدرسة المدرسة انحرقت. انا يا حاج انا مش فاهم يعني ايه ماتت لو سمحت. اقول لك ايه، انا مش هاجر. انت اصلا مش هتدرس. يعني ايه هاد مش هتدرس؟ ده انت غبائك اغبى من الحمار نفسه. امشي يا ابني، تعال نمشي البيت. بس يعني ايه حريق؟ انا هسأل صديقي جوجل. يعني ايه بتولع؟ يعني ايه بتولع؟ ايه ده؟ ما فيش نتيجة. والله انا معرفش هو ليه بابا ما خلاني امسك المدري طيل اللي بتطلع لونها بالطقاية. والله ما اعرفش، اسأل بابا. طب يعمل ايه يا بابا؟ نعمين يا مصايب. هي ليه ما خلصنيش امسك اللونها بالطقاية ديتش؟ دي نار، انت هتنحرق، انت متخلف. انا ليه انحرق يعني؟ مش فاهم. اقول لك انا معرفش اعمل فيكي. وبعد مرور 20 سنة مبروك يا ابني، صار عمرك 26. شكرا. هو بابا في ايه يا بابا؟ ده نفس تيتا بالضبط، نفس اللي حصل. يبلي مو ان انا اللي جابك. انا نفسي افهم، هو انا جبتك ليه؟ ها؟ انا سميتك ليه محظوظ؟ ده انت حظك نحس. وانت مت؟ اصحيت نسيت اقول لي يعني ايه مات. ايش يعني مات؟ يخرب. خليني اشوف الحين ايش اسوي. احس الناس تحبني بس عشان الفلوس، ما في احد يحبني من جد. كلهم يحبوني عشان الفلوس. ليش تقولي كذا؟ بتقولي كذا ليه؟ ما اعرفش، بس ما فيش احد يحبني، كلهم يحبوني عشان الفلوس. طبعا لا، جاء في بالي فكره عايزه اسويها، بس ابغاكم تساعدوني فيها. ساعدك ازاي؟ هنعمل ايه؟ واحد فيكم يروح يجيب لي كرسي، واحد يروح يجيب لي فلوس. هروح اجيب الفلوس، هروح اجيب كرسي متحرك. انا ما استناهم، هجيب فلوس كثيره جدا. لان انا عارفه هتعمل ايه، هسوي تجربه، مين راح يختار الفلوس ولا الحب؟ بروح اوديها الفلوس. الفلوس هو عندك كرسي متحرك؟ جيب له اياك. هجيبه، استنى بس. تفضل، ثقيل جدا. شكرا. العفو.
أجمع كل حاجة يا حضرة الملكة. طيب دقيقة بروح ألبس كأني مكسورة. أتوقع كده تمام، بس باقي أخلع التاج كده تمام. خلني أروح أنزل. عطني الكرسي المتحرك. تفضلي. كده تمام، باقي أمسك بس أمسك وردة. طيب عطني الفلوس. يا ريت تودوني مكان فيه ناس. أحاضر. كده تمام. حامل نفسي حزين. حزينة. مين هيجي الحين؟ مفيش أحد لي. هنستنى. لو سمحتي لو سمحتي. إيش في؟ لو خيروك تختاريني ولا تختار الفلوس؟ ها أصلا ما يبغى لها سوء تفاهم، أكيد الفلوس. بعدين يع وحدة زيك معاقة. طيب خلاص امشي، أنا صراحة أفضل معك. واحدة معندهاش قلب. لو سمحتي لو سمحتي. نعم. لو خيروك أنا أو الفلوس؟ صراحة هو الصراحة أختارك أنت. بجد؟ أنت هالصريح. وأنت صدقتي مين أصرح يختارك؟ أكيد أختار الفلوس. اشتري الأبقاع بدال وحدة مثلك زيك أصلا. فرحتني بعدين زعلت. فعلاً البشر ما نمش ده. لو سمحت لو سمحت. نعم في إيه؟ لو خيروك. دقيقة. أنا ولا الفلوس؟ وأصلاً مين راح يختار واحدة مثلك؟ أكيد الفلوس طبعاً. يلا باي. وليه ما فيش أحد يختارني ليه؟ والله تعبت. انت لو سمحت. نعم. لو خيروك بيني ولا بين الفلوس تختار ايش؟ اصلا مين راح يختار واحدة معاقة؟ واحدة معاقة طبعا ما يبغى لها سوء تفاهم. مستحيل اختارك، واصلا ما في احد راح يختارك. اكيد الفلوس. خليك مع نفسك، أنا تعبت جدا. عايزة شفتك تعبانة، اشربي مويه لو سمحتي. تفضلي. شكرا جدا. طيب لو تبعت لو تعبتي اتصلي علي. حاضر. سلامة. نفسي اعرف متى هلاقي واحد يختارني. انا ماليش لازمة في الحياة، ما اعرفش اعمل ايه. ما فيش احد يسألني. انا طفشت. مش هروح فين؟ هروح هنا ولا هنا؟ خلينا نروح نشوف ايش في هنا. هو اقدر اخذ الماكينة دي ببلاش؟ لا والله تحتاج فلوس. مش معايا حاجة، مش معايا فلوس، مش معايا شيء. حتى ورا ايش؟ لو سمحت لو سمحت. تحتاج مساعدة في حاجة؟ لا. لو خيروك أنا ولا الفلوس؟ دقيقة. هو الصراحة أنا محتاج الفلوس جدا، بس طبعا ما راح أختار الفلوس. فاختارك. أساعدك في شيء؟ أنا حاسس اللي أنت بتحسي فيه. عايزة مشاعر؟ عايزة مساعدة؟ تهز. اخترت الفلوس؟ الفلوس اخترت انا اخترتني؟ يعني اكيد طبعا، يعني مستحيل اختار الفلوس. ايش استفدت؟ دقيقة. استناني هنا. لا تتحرك. استنى هنا. وانا عملت حاجة غلط؟ عملت ايش حاجة؟ والله ما عملت ايش حاجة. وإيه ده؟
لأنك أنت اخترتني، فجائزتك تأخذ فلوسي كلها. نعم، ده كتير جدا. أنا عارفة كده، بس أنت تستاهلها. دقيقة. شكرا 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 جدا شكرا. أنا معرفش أشكرك إزاي. العفو. أوه تعبانة جدا. جلالة الملك، جلالة الملكة، مالك في ايه؟ انتي تعبانة، شكلك هتولدي النهاردة، هيكون فرح في القصر. انا مش مصدقة، ثواني هناديلك الطبيبة بسرعة عشان تعبانة قوي جدا. ثواني حالا هقول الملك، هيبقى يفرح قوي. اوه يا بطني، حاسة تعبانة قوي مش قادرة اقف. لا خليني انام احسن. فين الطبيبة دي؟ ما جاتش ليه لغاية دلوقتي؟ جلالة الملك، الملكة هتجيب ولد، هيكون فرح النهاردة في القصر. طب وايش مستنية؟ بسرعة نادي الطبيبة بسرعة. بجد انا متحمس قوي اشوف اميرتنا ولا اميرنا. حاضر يا جلالة الملك. بسرعة، انت لسه هتتكلمي؟ يلا. حاضر يا دكتورة. يلا يا طبيبة بسرعة، عشان جلالة الملكة هتولد وهنعمل فرح النهاردة. اليوم في القصر هيكون جميل قوي. وليش كل الازعاج؟ طيب طيب خلاص روحي، انا جاية حالا. بس بسرعة ما تأخريش، قلتلك طيب روحي، هجيب بس العلاجات والحاجات والأدوات يعني. طيب ماشي، أنا طالعة حالا. جات لي الفرصة اللي مستنياها من كام شهر عشان أنفذ خطتي. أخيرا حضرت الدواء ده، أنا قعدت شهور عشان أحضره. هو ده اللي هيحقق كل أمنياتي. استني انتي برا ولا روحي المطبخ جهزي المشروبات عشان الاحتفالات والحاجات دي. طيب طيب ماشي. فكرة حلوة قوي طبعا عشان نحتفل في القصر. حاضر هروح اجهز كل حاجة دلوقتي. مبروك يا جلالة الملكة مقدما. فرحان قوي. ما تقلقيش يا جلالة الملكة، هتكوني بخير جدا. اول حاجة لازم تاخدي المسكن ده عشان ما تحسيش بألم الولادة ولا اي حاجة. اتفضلي اشربي اشربي. طيب مسكن كويس، انا تعبانه قوي اصلا، محتاجه حاجه تريحني. هترتاحي جدا للابد، هترتاحي. يخرب بيت الغباء، هو انت اتولدت ليه؟ ما مدش مع امك، كنت موت. اتولدت ازاي؟ اتولدت لوحدها. اقتمي صوتك خالص، لازم انزلها بسرعه. انا كنت عامله حسابي انها هتموت مع امها، ازاي تطلع من بطنها كده بسرعه؟ بصيت ارميكي تحت في السجن، محدش يعرف المكان اللي تحت غيري. يلا بسرعه قبل ما حد يلاحظ ولا جهلت الملك يجي. بسرعه. انت بوظتي خططي كلها، اقعدي بقى هنا. بعدين اتصرف فيك، مش عارفه اعمل فيك ايه. ازاي اتولدت بس؟ ازاي اتولدت؟ ايه يا دكتورة؟ كأني سمعت صوت طفل صغير. فين الملكة؟ فين المولود؟ لا لا جلالة الملك، الشكل كده بيتهيأ لك. بصراحة ما فيش، بصراحة الملكة توفت وهي كانت لسه بتولد، وكان تعبانة جدا، لقيتها فجأة ماتت. انا اسفة على الاخبار السيئة دي، بس هي دي الحقيقة. انت بتقول ايه؟ مستحيل مستحيل ابدا. ازاي؟ جلالة الملكة، جلالة الملكة، لا مستحيل مستحيل. جلالة الملكة ارجوك رد علي، انا كنا مستنين اليوم ده من زمان. يا حبيبتي جلالة الملكة ارجوك ارجوك قومي قومي يا شام ارجوكي، انا مش مصدق. ايه ده انت لابسه كده ليه؟ احنا مش عارفه ان عندنا حاله وفاه في القصر. انت مجرد حارس مالكش دخل فيني ابدا، انا طبيبه. بقولك ايه، الملك فين؟ الملك في اوضته زعلان، ما عشان جلالة الملكه طبعا. هو طبعا زعلان، بس لبسك غريب قوي. هي لبس فستان في الوقت ده؟
فعلا حارس حشري، مالكش دخل، قلت لك انا الطبيبه وجت فرصتي وهحقق خطتي. والوقت هسحب لغرفته، اذا مرضيش يتجوزني بالذوق هعمل خطة رقم 2 وهنفذها. اه مرحبا يا جلالة الملك، اتمنى تكون بخير، جيت طمن عليك. كنت بسألك بقى، مش هيكون في زواج يعني اكيد بدل الملكة وكده؟ هذا شيء مستحيل، بعد الملكة شام مفيش ابدا، مفيش، مستحيل اقبل واحدة غيرها ابدا. انا شايفة انا الملكة اللي هكون مناسبة، وانت لازم تتجوزني، يعني مفيش تتجوز اي واحدة تانية، فانا انسب واحدة ليك. ايه رأيك؟ انت مهنتك في القصر طبيبة بس، ما تتدخليش في الامور دي. لا طبعا، هذا الشيء مستحيل ابدا، ممكن ولا عمره هيصير، فهمتي؟ يا ريت تطلعي برا وتشوفي شغلك وبس. واضح يا جلالة الملك ان اعصابك تعبانة، ولازم اديك الدواء ده عشان ترتاح وتهدي اعصابك. واضح انك انت اللي اتجننتي، اطلعي برا الغرفة، ما تجرئيش تجي هنا تاني، فهمتي؟ مستحيل اخد اي دواء، اطلعي برا. اظن يا جلالة الملك انك لازم تاخد الدواء ده، وللاسف هدهولك بالعافية. ابعدي عني، ابعدي، قلتلك مش هاخد دواء. ابعدي، ابعدي، مستحيل ابلعه، ابعدي عني، ابعدي. كان لازم تاخده بدل انت موافقتش على انا عاوزها، بس انا عطيتك منوم مش هيموتك ولا حاجة، هتفضل نايم وبس، وانا اعمل كل حاجة، هدير الدولة كلها وهكون انا الملكة. ودلوقتي هوقعك على عقد الزواج بدل انت مرضيش توقع عليه بإرادتك، حتى الكل يعرف ان انا خلاص بقيت الملكة وبقيت زوجتك. ودلوقتي هوقعك واخد بصمتك وتوقيعك وانت نايم، وهتفضل طول عمرك نايم مش هتصحى ابدا. شفتي اتجوزت انا والملك ازاي؟ كيف؟ ها شوفي عقد الزواج اللي بينا. خلاص انا دلوقتي تاخدي اوامر مني انتوا كل في القصر، خدم والحرس، بلغيهم. ازاي؟ كيف اتجوزك ولسه الملكة ميتة؟ عادي، بصي توقيعه وشوفي عقد الزواج، ودلوقتي انا بأمرك تيجي معايا في مهمة هتقومي بيها، فهمتي؟ الملكة تأمرك ولازم تنفذي ولا هعترق. هنا هتنسجني مع الطفلة دي تعتني بيها وبس، مش هتطلعي من هنا خالص. ايه؟ مين الطفلة دي؟ هي دي بنت الملكة؟ يعني انت قتلت الملكة في ازاي خفتيها كده؟ خلاصي ما تتدخليش الملكيش فيه، انت تنفذي الاوامر وبس، وهجيب لك اكلك وشربك انت وهي، وهنا ما تطلعيش ولا تسمع صوتك ولا هيتاثر رقبتك انت وهي، فهمتي؟ مش عاوزه ازعاج كتير، وياك تخليها تبكي. انا مش مصدقه انها عملت كده، اكيد هي اللي موتت الملكه وخفت بنتها هنا، الملك ملحقش يفرح بيها، ده كان هيفرح اول وعارف ان زي الملك يتجوز واحدة زي دي، مش عارف ان بنته عايشة. انا لازم اتصرف، ما تبكيش يا حبيبتي، انا هكون معاكي، ما تخافيش، انا مش هسيبك ابدا، وهفضل معاكي لاخر يوم في عمري، بس هنفضل مسجونين هنا ولا حد يعرف عننا حاجة تحت الارض، انا مش مصدقة. طبعا الدواء ده اللي هديهولك تديه للملك في مواعيده كل يوم الساعة 9، فهمتي؟ اياكي تتأخري دقيقة، لازم يفضل نايم. اطمني. حاضر جلالة الملكة، كل أمرك بتتنفذ، ما تقلقيش خالص. انا فاهمة كل حاجة، انا تحت امرك وبس. برافو عليكي، طبعا كل حاجة هتتنفذ، انا احب الناس المطيعين، وهيكون ليكي مكافآت كتير. يلا شوفي شغلك. حاضر. تخافيش يا حبيبتي، ولا حد يسمعنا، وحتى العدنا دينا هي اللي هتيجي وتقتلنا. لازم احميكي، لازم احميكي، بس هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ ولا هنخرج من هنا ازاي؟ انا مش عارفة. في 3 سنوات والملك نايم، جمعت كل الذهب ده، ياه ولسه هجمع كتير، ده انا هملى الغرفة دي ذهب. خلينا اشوف الملك واطمن عليه. جلالة الملك نوم العوافي، خليك نايم، ماك ما تصحى ابدا، انا دلوقتي الملكة وبعمل كل حاجة، خليني بقى اروح انام جنبي ذهبي ومجوهراتي، ولسه هجمع كتير. انت يا حد
يجيب لنا الاكل. يا جلاله الملكه، البنت جعانه، مفيش حليب ولا اي حاجه، حرام عليكي هنموت من الجوع. خلاص يا حبيبتي، ثواني حتى انادي عليها يمكن تسمعنا. ازاي راحت عليها نومه ولا ايه؟ خلاص يا عمري، خلاص يا حبيبتي، حقك عليا، مش عارفه اساعدك ازاي، مش عارفه اتصرف ازاي، بس ارجوكي ما تبكيش. خلاص يا عمري، اكيد هتيجي نصر رغت عليها. يا جلاله الملكه، عاوزين اكل، ما جبتلناش اكل. وبعدين بقى، انا مش قلتلك ما تخليش الزفته دي تبكي ولا قص راسها بالسيف، فهمتي؟ انت بتسمعيش الكلام ليه؟ انت تأخرت بالاكل علينا، هنعمل ايه؟ انت شكل راحت عليك نومه وهي جعانه طفله. انا مراحتي، فهمتي؟ تاني مره لو خليتيها بكت هقص راسها قدام عينيكي وانت وراها كمان. خدي الاكل انت ويا غوري. اخبياء، ياكي اسمع صوتها مره تانيه. يلا يا روزينات تعالي معايا عشان عندنا شغل. انا راح دلوقتي، عندي اجتماع، هقابل الوزراء بره، عندي اجتماع ضروري. حاضر، اي كل اللي قلت عليه بيتنفذ. ماشي، انا طلع بره القصر، خلي بالك، انتبهي كل حاجه ماشيه تمام. لازم امل. انا متاكد اني سمعت صوت طفل صغير في القصر جاي من تحت الارض. انا في مخبأ هنا، لازم ابحث عليه واوصل، لازم اشوف الطفل ده بيبكي منين. ايه ده، انا مش مصدق. ايه ده، اسينات انت هنا؟ ازاي اختفيتي من 3 سنين؟ زين الدين، ارجوك ساعدني، الملكه هي اللي حبسانا. هو فين الملك؟ ارجوك، شفتي الاميره الصغيره؟ ايوه حبسانا هنا من زمان، ودي بنته، ما يعرفش عنها حاجه، هي اللي قتلت الملكه. انا مش مصدق اللي حصل ده، وده الملك من 3 سنين وهو نايم، وقول عليه تعبان تعبان، ما شفتوش؟ لا مش نايم، اكيد عامله فيه حاجه، انت راقبها وشوف بتدي ايه. ارجوك ساعدنا. ياه غبائي، ازاي ما لاحظتش حاجه زي كده؟ انا لازم راقبها واعرف، واعرف بالظبط هي بتعمل ايه. ايوه يا زين الدين، ارجوك راقبها. خلاص طلع، مش لو طلعنا انا وانت من هنا هكده هتقتلنا وتقتل الاميره الصغيره. انت راقبها وحاول تحل الامور بذكاء. ما تخافيش يا اسينات، اكيد هنقذك. الدواء يا جلاله الملك، خليك نايم نايم، انا وزيك تنام سنين. يا حقيره، ازاي تعمل كده في الملك والملكه؟ جلاله الملك فوق، ارجوك ارجوك تفوق. كويس ان ما خدتش الدواء اليوم، اكيد اكيد هتفوق. جلاله الملك، ايه ده، انا فين؟ ايه اللي حصل؟ انا احكي لك كل حاجه، هي دي الخاينه اللي عملت كل حاجه فيها، احكي لك كل حاجه بالظبط. وبنتك الاميره عايشه، انت عندك بنت، ازاي يعني ماتتش؟ لا احكي لك كل حاجه، هي اللي موتت جلاله الملكه، هقول لك كل حاجه. انا مش مصدق، بشكرك جدا يا اسينات ان رجعتي لاميرتي الصغيره، نورت عليا حياتي، ومكافأة ليكي، انت اللي هتكوني الملكة. اتحبستي مع بنت السنين دي كلها تحت الارض، بجد انت تستاهلي كل خير، انت فعلا مخلصة، وانا هتجوزك واعلنك ملكة على عرش البلاد، تستاهلي. اما انت يا زين الدين، على شجاعتك اللي عملتها دي هتكون رئيس الوزراء، عينتك رئيس الوزراء لكل الدولة، ايه رأيك؟ متشكر جدا يا جلالة الملك، واتمنى لك حياة سعيدة مع اسينات.